ضرورة مية 1000 2000 3000 احنا مستعدين نوفرها. مش على كده يا محمود، بص هو راجل طلب مية تمام. هو اتفق معاه هيجيب اكتر هيجيب اقل. دول بقى هيجيب عربية تانية ان شاء الله. انت تنسق معاه كم عايزين من قارورة مية واحنا هنوفر. هو يعني العدد بتاعك ده قد ايه؟ احنا مستعدين نجيبه. انت مش معروف العدد الان موجود لكن ما حسبناش العدد. بنحسب الان لو انتم طلبتم 1000 حياتيكم 1000، لو طلبتم 2000 حياتيكم 2000، لو طلبتم 10000 حياتيكم 10000 يا عم. طبعا بشكركم على الروح. ما عندناش مزيه يا عم، هذا عمل انساني لاخوتنا. بشكركم على الروح الجميله اللي انتم فيها. نعم بارك الله فيك. دي اول حاجه. ثاني حاجه الاحتياجات بتاعتنا ان احنا بمجرد ما نحتاج هنطلب منكم ان شاء الله. احنا مستعدين ومتجننين اللي طالبينه هنوفره لكم ان شاء الله. وما نرجو حتى شكر وحتى شيء. احنا بنشكركم على الروح. وهذا كله من اهل زرزيس الغلابه البسطاء لكل اهل زرزيس. يعني هو دي السماء اللي بين الدول العربيه وبعضها. الحمد لله. طبعا الحمد لله احنا طبعا سواء اذا كنتم في مصر او احنا في تونس البلد ما فيش فرق. الحمد لله. حتى الحدود حتزول ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي واحنا مستعدين ان شاء الله. حي نور الله في قلبي ما زال حي.